السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم في منبركم. الرأي الحر عندما تتعثر السياسة تعود لغة القوة والسلاح. نتحدث الليلة عن إيران وتصاعد اللهجة مع الكيان الاحتلالي إسرائيل. يأتي هذا بعد تعثر الاتفاق النووي مع أمريكا والغرب. هكذا تبدو الأمور الحقيقة ليست على ما يرام. فهل هذا التعثر برأيكم يقرب شبح الحرب في المنطقة؟ كل الدلائل، كل المؤشرات تشير إلى أن إيران وإسرائيل لابد من مواجهة ما، إن لم يكن اليوم فغدا، وكلا الطرفين يدركان ذلك. لكن الحقيقة اللغة المتصاعدة توحي بأن المسألة قد تكون أقرب مما يتوقع الواحد. إيران تكشف عن تطوير طائرة مسيرة مصممة لضرب تل أبيب وحيفة في الكيان الاحتلالي. لغة الخطاب الإيرانية واضحة والسلاح واضح والهدف واضح. في المقابل رئيس جهاز الموساد يهدد بمواصلة استهداف إيران حتى لو تم التوقيع على الاتفاق. إسرائيل لا يعنيها الاتفاق نهائيا. هل المواجهة حتمية إذن بين طهران وتل أبيب؟ ومتى ذلك يا ترى؟ سؤال نوجهه لجمهورنا في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية موضوع مهم الحقيقة وفيه نصيب كبير من المقارنة. هذا الثالوث المغرب تونس فرنسا. استقبلت تونس إبراهيم غالي كما تعلمون منذ أيام، قطعت العلاقة مع تونس من قبل المغرب وسحب السفير. الآن فرنسا تقريبا تقوم بالشيء ذاته، استقبلت وفد من بوليزاريو. نسأل السؤال التالي: هل تقطع الرباط علاقاتها مع باريس كما فعلت مع تونس ردا على استقبال ممثلين لبوليزاريو؟ البرلمان الفرنسي استقبل هؤلاء الممثلين عن بوليزاريو في موقف وصفته الصحافة المغربية بالتصعيدي. أم أن الرباط لن تغامر بقطع العلاقات مع باريس؟ حجم باريس أكبر بكثير من حجم تونس، هكذا يقول البعض غامزا أو هامزا. هل تعاملت المغرب إذن مع تونس بشيء من التسرع ربما في هذه الحالة؟ المغرب والخط الأحمر الذي رسمه الملك المغربي، قال لك بوليزاريو هي النظارة التي ينظر بها المغرب. طيب هذه النظارة انتهت بقطع العلاقة مع تونس لأن تونس استقبلت إبراهيم غالي. طيب الآن باريس تقوم بالأمر ذاته، تستقبل وفدا من بوليزاريو، هل تجرؤ المغرب على قطع علاقاتها مع باريس؟ أم أننا نحن في بعضنا العرب سريعي القرار وسريعي القصاص، لكن مع الآخر نتمهل كثيرا ونفكر أكثر؟ على كل حال هذا موضوع مهم في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من إيران. بعد تعثر مفاوضات الملف النووي، فهل يسرع هذا يا ترى في مواجهة متوقعة ومرتقبة كما يقول بعض المتابعين بين طهران وتل أبيب؟ أهلا بكم. يبدو أن المفاوضات بين طهران والقوى الغربية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني تتعثر وتمر بمرحلة وصفت بالحرجة عقب حالة من التفاؤل في الأسبوع قبل الماضي بشأن بوادر قوية للتوصل إلى اتفاق وشيك. ما بين اتهام الجانب الغربي طهران بعدم الجدية ورد طهران بأن المزاعم الأوروبية تأتي لخدمة الجانب الإسرائيلي، يبدو أن الاتفاق قد يعود إلى المربع الأول من جديد، ما يعزز ارتفاع أسعار النفط في ظل تراجع المعروض. ارتفعت بالفعل أسعار النفط بعدما
بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود، بالإضافة إلى اقتراب تطبيق حظر شحنات النفط الروسي. لكن موضوعنا الليلة الحقيقة ليس النفط، ولكن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية في ضوء هذا التعثر. كانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن البيان الثلاثي الصادر السبت عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يدفع بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى الفشل ويصب في مصلحة الكيان الإسرائيلي. في إطار تصاعد لغة التهديد والوعيد بين الجانبين، أكد قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني العميد كوميرث حيدري اليوم امتلاك بلاده طائرات مسيرة ذات مدى استراتيجي، مشيرا إلى ضم نوع جديد من المسيرات لقواته صممت خصيصا لضرب تل أبيب وحيفا. طبعا الصورة لمروحية وليست لمسيرة. وأوضح حيدري في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الإيراني القدرة على إنتاج مسيرات أرش 2 التي تمتلك قابليات فريدة ولديها قدرة إعادة تحديد الهدف قبل إصابته، وهي مخصصة للقضاء على الكيان الصهيوني القاتل للأطفال وفق ما نقلت وكالة فارس للأنباء. كان حيدري قد هدد في وقت سابق بتسوية تل أبيب وحيفا بالتراب في حال حصول أي خطأ من العدو، وأشار حينها إلى أن مدى المسيرات والصواريخ العملياتية للسلاح البري للجيش قد زاد. في مايو الماضي كشف الجيش الإيراني عن تدشين قاعدة له تحت الأرض وتحديدا غرب البلاد في منطقة كرمانشاه لصنع الطائرات المسيرة. جاء الكشف عن الخطوة حينها مع عودة لغة التهديد والوعيد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، مدفوعة بمناورات إسرائيلية لمحاكاة تنفيذ ضربات على المنشآت النووية الإيرانية وتعثر مفاوضات فيينا النووية لإحياء الاتفاق النووي وعمليات اغتيال وتخريب داخل إيران اتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل هدد رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا بمواصلة استهداف إيران حتى بعد التوقيع على الاتفاق النووي. وخلال كلمة ألقاها اليوم أمام مؤتمر جامعة رايخمان في هرتزليا، قال بارنيا إن الاتفاق النووي لن يمنح إيران حصانة من عمليات الموساد، وقال إن تل أبيب لن تشارك فيما أسماها لعبة تغطية العيون التي يمارسها العالم. وأضاف إن إسرائيل لن تتعقب الوكلاء، بل ستتعقب من يرسلهم كما قال، وهذا سيحدث في طهران وكرمانشاه وأصفهان على حد قوله. من جهته اتهم وزير الدفاع للكيان الإسرائيلي بيني غانتس اليوم إيران بتحويل مواقع عسكرية في سوريا إلى مصانع صواريخ، مؤكدا أن طهران بدأت بناء صناعات عسكرية في اليمن ولبنان، مشددا على ضرورة وقف ذلك. وقال غانتس إن المنشآت العسكرية السورية تستخدم لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه لصالح حزب الله اللبناني وفصائل إيرانية أخرى في المنطقة، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. إيران إذن تعثر الاتفاق النووي مع أمريكا والغرب. طبعا إيران تقول بأن هذا التعثر ربما لإسرائيل دور فيه، لأن إسرائيل منذ البداية غير راضية، والولايات المتحدة ربما غير مستعدة على إغضاب حليفتها الأولى في المنطقة تل أبيب. المهم الاتفاق تعثر، هل يقرب هذا التعثر برأيكم شبح الحرب في المنطقة؟ لأنه شو البديل؟ إما الاتفاق أو التصعيد. لا يوجد بنظر متابعين الحقيقة منطقة وسطى. فهذا التعثر هل يقرب شبح الحرب وبالذات بين إيران وإسرائيل؟ إيران كما قلنا تكشف عن تطوير طائرة مسيرة متطورة للغاية مصممة لضرب تل أبيب وحيفا. في المقابل رئيس جهاز الموساد يهدد بمواصلة استهداف إيران، قال حتى بعد التوقيع على اتفاق. هل المواجهة في هذه الحالة إذن باتت حتمية بين الطرفين؟ متى ستكون؟ هذا سؤال فيه تحدي طبعا، وهي في النهاية في إطار التخمينات والتوقعات. متى نتوقع ذلك وكيف نتوقع ذلك؟ ومن ربما سيكون البادئ؟ لأن الحقيقة البادئ قد يتعب خصمه، لأنه كل من إيران والكيان الاحتلالي إسرائيل كلاهما إذا بدأت الحرب يريد تدمير الطرف الآخر. لن تنتهي الحرب لمجرد مناوشات كما يتوقع كثيرون. على كل حال هذا هو موضوعنا. أردنا الحقيقة أن يكون معنا ضيف من داخل طهران
ما زال الزملاء يحاولون لحد الساعة، أرجو أن نوفق. ولكن سنبدأ بضيف أيضا من رام الله، يعني خبير وباحث في الشؤون الإسرائيلية، للنظر طبعا في الجانب الإسرائيلي. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ عادل شديد، في انتظار طبعا أن يكون معنا كما قلنا ضيف من داخل طهران للوقوف عند الموقف الإيراني، لأن هذا يهمنا في النهاية. إيران رغم أنها طبعا عندها خلافات مع الدول العربية، وعندها حتى دول عربية الآن تحت هيمنتها كما هو معلوم، لكن في النهاية تبقى دولة أقرب لنا من المحتل الإسرائيلي، ويهمنا ما يهمها في المدى المنظور والاستراتيجي. صوفيا الحسيني تقول: لماذا حرام على إيران امتلاك الطاقة النووية وحلال على دولة الاحتلال؟ ويؤيدها بذلك الغرب المنافق، أخذوا معهم بعض العرب المطبعين. طبعا هذه زاوية مهمة الحقيقة، ولكن ليست موضوعنا. نحن نتحدث أنه في هذه اللغة التصعيدية بين الطرفين، وفي ظل تعثر الاتفاق النووي، هل يعني أنه الخطى الآن تتجه متسارعة نحو المواجهة؟ القوة الإيرانية تزعج الإسرائيليين، ووجود إسرائيل يزعج الإيرانيين كما يزعج طبعا كل المنطقة، فالمواجهة تبدو بنظر البعض حتمية، يبقى فقط التاريخ والكيف، كيف ستكون هذه المواجهة المنتظرة. لا نبالغ إذا قلنا بأنها منتظرة، لأن بالفعل يعني إلا إذا كان طبعا صدقنا بنظرية المؤامرة التي يرتكز عليها بعض جمهورنا، يقول لك بأنه إيران وإسرائيل حلفاء في الخفاء. أنا شخصيا لا أصدق ذلك، لكن لا أدري، على كل حال الموضوع مطروح للحوار. شيماء القرني تقول: الغرب المنافق على رأسهم أمريكا ومن ورائها دولة الاحتلال، يحترمون إيران ويحسبون لها ألف حساب، على عكس ما يفعلوه مع العرب وخاصة المطبعين منهم، فهم يجلسون أمامهم في الدرك الأسفل ويعطونهم الواجبات كالتلاميذ. كلام شيماء القرني. طيب ركزونا لو تكرمتم على إيران وإسرائيل، دعونا الآن من المطبعين العرب، ليس موضوعنا وليس هذه الزاوية التي أردنا التركيز عليها الليلة. يقول أبو القعقاع في رسالة أيضا: مستحيل يكون بين إسرائيل وإيران حرب، إسرائيل كيان كرتوني ما عليك منها. أنا لا أدري إذا كانت هذه الرسالة مقنعة يا أبو القعقاع أم لا. دولة الاحتلال ليست كيان كرتوني عزيزي، لو كانت كيان كرتوني كانت انتهت منذ عقود. أنت تعرف بأن هذا الكيان ولد عام 48 وما زال، والآن بعض أنظمتك العربية يهرولون مع باتجاهه للتطبيع، بالدليل أنه ليس كيان كرتوني. أبو عمر مساء الخير. ألو، مرحبا يا صالح. يا أهلا بيك. مساء الخير يا صالح. مساء الورد يا صالح، الله يعطيك الستر والعافية. هذول إيران وإسرائيل زرعوا في المنطقة العربية أي مسمارين جحا، وكل ما تراه عداء بينهم هو كذب. البلدين هو فيلم هندي لتكون الدول العربية دائما بعدم الاستقرار، وهذا اللي حاصل. يعني هذول البلدين، هذول إسرائيل وإيران، شغلهم بس إنه إيش يعني يسوي نفسهم انهم اعداء ومش عارف ايش، وكلام كل كلام فاضي. طيب لماذا تقول فاضي. يعني انه لا عداء بين طهران وتل ابيب؟ لا 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 لا, لا, لا عداء يا صالح، اللي يرضى عليك، ما في عداء بينهم. كل الافلام هندية كلها. طيب اذا كانت تل ابيب ليست عدوة لطهران، اذا يمكننا القول باعتبار ان تل ابيب هي الحليف الاول لامريكا، إذا أمريكا وإيران ليسوا أعداء أيضا. نفس الشيء. أما أنت بارك الله فيك، أنت إيران، شوف لو أمريكا بينها وبين إيران عداء، كانت تقول لإيران. طيب لماذا إذا هذا الصراع وهذا الحديث عن ملف النووي؟ ما كانت أمريكا قالت لإيران روحي اعملي ما بدك إياه وخلاص، يعني قاعدين يمثلوا على العالم. يا رجل من يصدق هذا الكلام الذي تقوله الآن يا أبو عمر؟ بربك يا صالح
صدقني هذا المفاعل النووي الايراني يقوله كل يوم كل يوم، قال اتفقنا وبكره ما اتفقناش وبعد بكره حنتفق ومش عارف ايش، كله كلام فاضي، كله كلام يعني بس بخذر الشعوب العربيه المسكينه هذه. يعني التمثيليه كلها على العرب، هذا نموي ولا في كلها كراتين بكرهين عنده ما بشيء. شكرا لك أبو عمر، أشكرك. أنا لا أدري إذا كان كثيرين مثل أبو عمر في المنطقة يحللون بهذه الطريقة، لا أدري، لكن الحقيقة أنا لا أستطيع أن أغطي كما يقال يقول المثل الشعبي عين الشمس بغربال. المنطقة على كف عفريت والعداء مستحكم بين تل أبيب وطهران، من يقول عكس ذلك يعطيني بحجة مقنعة. حجة أبو عمر أنا الحقيقة لم تقنعني كثيرا للأسف يا أبو عمر. صالح من فرنسا. مساء الخير سي صالح. يا هلا بيك. بيك سي صالح، أولا الطائرة هذه الإيرانية الطائرة الوحيدة، وإيران عندها الطائرة قاهر 313 هذه اللي عملوا عليها الطائرة الجديدة، وهي تعمل بالتوربينات، تعمل بزوز توربينات هوائية والموتور الأولاني هو الإلكترونيك. صالح بالله أنا أذكرك جيدا، أنت خبير عسكري وأنا سعيد دائما بتواصلك الحقيقة، ياريت لو تفيدنا في هذا الجانب. عندما يقال طائرة تستطيع الوصول لتل أبيب ماذا يعني ذلك؟ معناها هي الأماكن اللي تكون مش تضربها الطائرة هذه، مش تضرب قرية شمو أو مش أو ما تضرب أماكن أخرى عسكرية، والأماكن هذا فيها 2313 كيلومتر، الطائرة هذا تعمل 2500 كيلومتر بدون توقف، لأن عندما تصعد أكثر من 7 كيلومتر في السماء تولي التوربينات نتاعها تعمل بالهواء، عندها الديراتيوم والريتيوم وعندها ليسور نتاع نتاع لازار اللي يتبع بالجي بي اس من المكان اللي انطلقت منه. هي حسب التفاصيل حول هذه الطائرة في خلال رحلتها، يعني حتى لو تحرك الهدف تعيد هي صياغة برمجتها لمطاردة الهدف من جديد، يعني هذا دليل على أنا كنت خليت ثانية برك هاني وصل لك لهذا، لأن الجي بي اس اللي تعمل به الطائرة هذا هو فيه شقين، الساتليت اللي موجود هذا القمر الصناعي يصور الهدف ويبعثه للطائرة، وإذا تنقل الهدف انتقل من مكان إلى مكان آخر فهو يعيد الصورة للطائرة اللي قاعدة تمشي. هو يخدم مع القاعدة الأرضية اللي خرجت منها الطائرة ثم مع الطائرة توجيه الطائرة، هذا الجي بي اس الحديث آخر طراز. طيب لكن أين هناك سؤال ربما الآن يخطر ببال كل من يتابعنا، القبة الحديدية الإسرائيلية أين هي؟ ليست نائمة. لا 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 سنرنفور ما لا, لا لا علاقة للقبة الحديدية بالطائرات تضم الصغار المسيرين، هذا يضربوها بمدافع رشاشة، ولكن هالمدافع الرشاشة هذا سي صالح الطائرة هذا انتحارية، انتحارية عندما توصل إلى الهدف على مستوى الهدف تنطلق بسرعة فائقة ياسر وتهبط في المكان الهدف نتاعها. وجربت أمريكا توا مدة أسبوع جربت هناك زورقين اللي يعملوا بالتربينات رومونتير هذوما اللي يعملوا 2700 اش في البحر وفاقت بهم إيران وشدتهم الزوز، دونك العملية مؤكدة تأكيد رسمي. شوف يعني عذرا حتى فقط يكون سؤال وجواب ونستفيد من وجودك معنا، يعني سيد صالح تود القول بأنه إيران عندما تعلن على مثل هذه الطائرة تدرك ما تقول وتعرف بأنه هذه الطائرة تصل إلى هدفها حتما ولا يمكن اصطيادها من قبل الإسرائيليين؟ هذا مؤكد سي صالح، سينو معلومات كما هكا ما تعطيهاش إيران، ما تعطيهاش ما موجود على مواقع المخابرات الفرنسوية لين سي صالح. طيب لكن إذا كانت إيران تهدد وتتوعد دائما بنسف إسرائيل وتعرف بأن هذا الكيان الإسرائيلي يحتل فلسطين ويتعب المنطقة بأسرها، للسائل أن يسأل ماذا تنتظر إيران؟
إيران سي صالح ثم عمليات موجودة على منطقة الخليج العربي. أمريكا وإسرائيل ستستنجد بالدول العربية وخاصة الدول المطبعة. إسرائيل إيران خايفة من هذا من هذا من هذا الشيء. أنا في مدة ما هيش كبيرة تحدثت مع إزاج غفاري وهو مدرب الرادارات في 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 إيران، وأكد لي قال لي كان عندنا خوف كبير ياسر كان من الدول العربية وخاصة الدول الخليجية والمجاورة، لأن إيران إسرائيل أصبحت تحتل الدول العربية ماهيش متطبعة راهي مع الدول العربية. لو تسمح لي في ثانية برك سي صالح، من 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 كريات شمون الى بوشهر بالضبط باش نعطيك هذه معلومه يسمعوها الناس. عندك 2077 كيلومتر باي طائره اسرائيل مش توصل لايران، ما تنجمش توصل لايران لان كانها بالفساز ما تخلصش. الفساز عندها 1640 كيلومتر، ولا كانها باللف 35 لف 35 يعني اف 35 اخر يعني. او نعم اف 35 لانه جمهورنا لا يعرف كله الفرنسيه. نعم صحيت اي اف 35 اف 35 هي طائره رزينه جدا ولا تحجب على شاشات الرادار وتكون هدف اسهل منها ما فماش لجميع شاشات الرادار، لان الطائره هذا وقع فيها في البلان دو كونستركسيون تاعها الاصطناعي وقعت غلطه زودوها بجوز دو ريزرفوار خزانات نتاع الكوريزان أي الخزانين نتاع الكوريزان أعطاها مسافة 5000 كيلومتر مشي وجي، ولكن قضى عليها على المناورة مع شاشات الرادار. لأن شاشات الرادار هذه اللي توجد على خردات الإيرانية خردات تيران والتوبل تعمل 6885 دورة في السيكوندا في السيكوند. هي الطائرة هذا تعمل 1400 يعني أعطيني بالله صالح بكلمة موجزة لو تكرمت، يعني تود أن تقنعني بأنه في أي معركة ستتم إيران لديها اليد العليا على إسرائيل؟ مؤكد سي صالح مؤكد، هذا مؤكد. أنا نتمنى من إيران ونتمنى من ضباط إيرانيين ونعرف جماعة أن يزودوا. أما غزة بصواريخ مجنحة أو على الأقل بالبلان هذا اللي متاع الصواريخ المجنحة، لأن المسافة ما بين تل أبيب وما بين غزة متاع 100-150 كيلومتر، قادرة غزة باش تمحق العاصمة تل أبيب، لأن الطائرات الصواريخ الصواريخ المجنحة البوك الإسرائيلية ما ديتكتيهمش ما تشدهمش لا تستطيع التقاطها. شكرا لك صالح على كل هذه المعلومات، أشكرك. أبو الحسن من السعودية، أبو الحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله. عليك وعلى جمهورك الكريم إن شاء الله. تفضل يا دكتور صالح، يعني كيف أنت تصدق إنها إيران تبغى تضرب إسرائيل؟ ما إسرائيل تبجحت في إيران وصلت لقلب طهران واغتالت علماء وسوت اللي سوته، هذا كله لإيران ما ردت على ذا كله. هذه واحدة. الثانية بالنسبة للطائرة اللي بيصنعوها والأسلحة اللي بيصنعينها وكل الجيش الإيراني كله مسخر، لازم تفهم ذلك تماما، لضرب المدينة المنورة. فهم في الليل وفي النهار تبجحوا على الصحابة وعلى أم المؤمنين وعلى أهل البيت وعلى ما خلوا أحد من دين رسول الله إلا تبجحوا عليه. فهؤلاء كلهم حقدة على المدينة وعلى مكة، والله إن كان عندهم ضربة فهي حتكون على المدينة وعلى مكة. طيب يا أبو الحسن يا أبو الحسن نعم. وإذا استطاعت طهران الوصول لتل أبيب ماذا ستقول حينها أنت هناك في الرياض؟ يا سيدي الفاضل، يا كم سنة قاعد تنضرب إيران من إسرائيل؟ أقول إذا وصلوا ماذا ستقول؟ هل تغير رأيك؟ هذا وقتها أرفع القبعة لهم يا دكتور صالح. بيني وبينك الأيام. شكرا لك، أشكرك أبو الحسن من السعودية، شكرا لك. محمد من الدوحة،
يا ريت لو محمد يعيد الاتصال فقدناه يبدو. علاء الدين مساء الخير. مساء سيدي انت وفريق العمل والمشاهدين. يا سيدي خليني اعطيك معلومه صغيره. للاسف يعني انا مش مبسوط عليها بس للاسف الاسرائيليين اخيرا اخذوا الضوء الاخضر لضرب المواقع الايرانيه بقنابل نوويه محدوده استراتيجيه. القنابل القديمه كانت تعمل على الانشطار. هاي تعمل على الاندماج، يعني بضرب الموقع بتضلها النووي بضله فيه ما بروح اماكن اخرى. يعني الموقع النووي عفوا علاء الدين المصادر هذه مصادر موثوقه؟ والله اذا الامريكان كذابين شو بدي اسوي لك؟ عاد انا عندهم انا لم اعترض هذا الكلام في اي موقع اخباري. ابحث سيدي وانت هو اما انسى سي ان ان وفاكس هذا كلام فارغ ما بيجيبوا الشغلات هاي. انت بدك تروح على السيسبان وبدك تروح وين بيناقشوا بالكونغرس وشو طيب لكن اذا سلمنا بذلك علاء الدين اذا سلمنا بذلك يعني انه موعد الضربه في اي لحظه؟ ان شاء الله لا احنا مهما كان يعني بظلهم الايرانيين لا انا 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 اتحدث هنا يعني بشيء من الحياد ان صح القول. لا بس اذا كان عندهم الضوء الاخضر شو مستنين؟ اذا لا هم الاثنين ما في حدا بحب الحرب، يعني ما اتوقع انه ايران تقول لك انا بدمر وبسوي، هم عارفين انه بتدمر ايران كلها قبل اي صاروخ ما يوصل على تل ابيب. يعني الوضع حرج جدا، لكن للاسف الامريكان اعطوهم الضوء الاخضر والايرانيين ليش بتشوفهم بالاعلام بصرحوا وبنذبح وبنكسر وبنمحي على اساس لكن انه رده فعل. لكن علاء الدين انت تابعت منذ قليل صالح من فرنسا وهو خبير في الاسلحه ويشارك معنا بين الحين والاخر. نعم. يقول لك بأن الطائرات المسيره الايرانيه ربما بعض الخبراء يقولون تفوق نظيراتها التركيه وهي مصممة خصيصا للوصول إلى تل أبيب وتدميرها ولا تستطيع إسرائيل إسقاطها. يعني تخيل معي وإيران تصنع ولا تشتري هذه الطائرات، يعني بإمكانها أن تصنع من هذه الطائرات ألاف، تخيل معي ألف توجهوا باتجاه تل أبيب، شو يكون المصير؟ عافية عليهم إذا كان الحكي صحيح، عافية عليهم. لكن سيدي أنا هاي النقطة الثانية اللي كنت بدي أحكي فيها وأقسم بعروبتي أنه كنت عارف هذا الموضوع الإيرانيين راح يثيروه بعد ما الولايات المتحدة كشفت عن آخر مسيرة إلها اللي بتطلع من لويزيانا. تصور من وين هم العسكريين بيعرفوا شو الموقع اللي بلويزيانا. تطلع بتضرب مسيرة، ليس طائرة جيت، مسيرة تطلع بتضرب طهران وبترجع على لويزيانا. الله أكبر. نعم سيدي اللي بسمعني وعسكري يبحثوا ويشوفوا أمريكا شي ريفيلت، يعني هم حطوها وكنت عارف أنه يعني برأيك على يعني أي معركة تنشب بين تل أبيب وطهران الولايات المتحدة ستكون شريكة فيها منذ اللحظة الأولى؟ طبعا هذا شيء طبيعي. أنت ليش الناس مفكرين أنه إسرائيل؟ يا جماعة إسرائيل في جماعة من اليهود أصدقائي زعلانين لأنه أمريكا بالذات وأوروبا حاطين إسرائيل مسمار جحا في الشرق الأوسط، ولا ما هم سائلين عن إسرائيل ولا كذا، بس يد لهم في الشرق الأوسط، هم اللي بيبدوا المعركة قبل ما تبدأها إسرائيل. وبعدين الأستاذ صالح اللي بقول لك طيارات ما بتوصلش وخزانات الوقود هاي اللي بالجو اللي بتزود الطيارات اللي موجوده بديش احكي بتطلع من العديد وبتطلع من الدمام وبتطلع من بحر العرب، شو بتسوي هاي؟ شكرا لك على الدين. تزود الطيارات الاسرائيليه. شكرا سيد صالح. شكرا لك على الدين من امريكا. هي بالتاكيد على الدين مصيب في هذه النقطه. يعني انت تتصور اذا نشبت حرب الدول العربية ستقول لا تستخدموا قواعدكم هنا في بلادنا. أنا لا أدري الحقيقة هل تستطيع الإمارات والبحرين والسعودية وقطر يرفضوا يعني انطلاق الطائرات الأمريكية من هذه القواعد؟ لا أعتقد ذلك. إيران طبعا بالتأكيد وضع في اعتبارها كل هذه الاحتمالات ولهذا تتريث أيضا، وتل أبيب تدرك أيضا أي حرب ستقع لن تكون الحقيقة لعبة ونزهة، هي في مواجهة غزة المحاصرة وتخرج متعبة، كل الصهاينة تجدهم في القبر.
من صواريخ تعتبر إلى حد ما بدائية، فما بالك إذا فتحت عليها أبواب جهنم من جنوب لبنان، من غزة، من العراق على الأرجح، ومن إيران نفسها، لن تكون نزهة هذه الحرب القادمة. محمد من الرياض. السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام يا هربيك. الله يخليك، أنا معك على طول، لكن الله يهديهم الكنترول ما وصلوني معك. تفضل. أنا الحين وصلوني، كيف حالك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. أستاذ صالح، نظرية المؤامرة معشعشة عندنا، أنا سمعت واحد من المتصلين يقول أن هناك اتفاق إيراني، لا هذا مو صحيح. لا هذا مو صحيح، الدليل حزب الله. حزب الله يعني حقيقة قاوم الصهاينة مقاومة، وخلينا نقول هو الوحيد اللي الجبهة اللبنانية هي الوحيدة اللي هزمت إسرائيل وحررت الأرض اللبنانية بدون يعني سفرات وبدون شروط وبدون أي شيء. في 2006 يعني نعم لقن الإسرائيليين درس كما قيل حينه، لكن نعم لبنان نعم طبعا صحيح. طيب. صحيح فيما حصل في سوريا هذا شوه المقاومة اللبنانية. طيب صحيح. بالعودة إلى تل أبيب وطهران، محمد أنت ترى أنه يعني في ظل تعثر هذا الاتفاق النووي مع الغرب ومع أمريكا، هل الآن الطريق بات مفتوح أمام تل أبيب لترد بطريقتها كما تتوعد دائما؟ لا، أنا موضوع الحرب أستاذ صالح أستبعده. لماذا؟ الحرب بين الطرفين كل طرف يحترم الطرف الآخر للأمانة، لأنهم أقوياء وكل واحد يحترم الثاني، أم لأنهم حلفاء في الخفاء كما يقول البعض؟ لا ليسوا حلفاء. ليسوا حلفاء، هذه اللي نظرية المؤامرة اللي معشعشة عندنا. لا ليسوا حلفاء، لكنهم أقوياء صراحة. أقوياء يعني إيران لا شك أنها سعت للتصنيع وللقوة، واتخذت حلفاء في الدول العربية حلفاء مخلصون يا أستاذ صالح. ولكن سؤال أخير محمد، سؤال أخير، هذين الكيانين أو هاتين القوتين يعني لابد أن تأتي لحظة ويقع الاحتكاك، متى؟ أستبعد الاحتكاك نهائي، والله يا أستاذ صالح أستبعد نهائي، لكن فيما لو حصل أتوقع يكون محدود. أها، شكر لك محمد. ليس في حرب مكشوفة. شكر لك محمد من الرياض، أشكرك. عزيز من إسبانيا. عزيز من إسبانيا. طيب، أحاول أن أخلط أيضا بيضة. سأعود إلى عزام من ألمانيا، ولكن قبل ذلك بعض المشاركات عن طريق الواتساب حتى لا أظلم أحد الحقيقة، لأنه دائما ما نظلم جمهورنا على الواتساب. سليمان قسمية من الجزائر يقول: لا أظن أن إيران تجرؤ على ضرب الصهاينة، إيران مشغولة في محاربة أهل السنة في العراق وسوريا كما يقول هو. عبد العظيم من الأردن: المواجهة بين إسرائيل وإيران وهمية لأنهما وجهان لعملة واحدة، وهذا مجرد استهلاك إعلامي، وجهة نظره. لا أدري على كل حال. الهاشم من السعودية يقول: يا صالح، لن تكون هناك حرب بين إيران وإسرائيل لأنهما متفقتين على كل شيء في الاتفاق النووي بإشراف أمريكا، إلا أنهم مختلفتين على حجم النفوذ المسموح به لإيران في المنطقة على حساب العرب، وذلك حسب تقارير دولية كما يقول هو بالطبع. أبو أحمد: ستستمر مسرحية ملف إيران النووي دون حل إلى ما لا نهاية، وسيكون من أهم وسائل الضغط على الدول العربية للارتماء في أحضان الكيان الصهيوني. عزام مساء الخير. تحياتي لكم الجميع. يا أهلا بك. يعني بدأ فكرة يا أخ صالح أنه يعني القواعد العربية يعني مش راح تكون مفتوحة للأجنبي ضد إيران، ما هم كانت مفتوحة ضد العراق ضد صدام حسين الله يرحمه. هذه واحدة. بدنا نحكي يا أخ صالح، روسيا بعظمتها أخذت طيارات مسيرة من إيران. شوف هذا روسيا. نعم. يعني عشان بالنسبة لأوكرانيا، يعني أخذتها من إيران ما أخذتهاش من تركيا. ها؟ يعني هذا دليل إنه الطائرات المسيرة الإيرانية يعني فعالة. وبالذات عندما قائد القوات البرية الإيراني يتفاخر بهذا النوع من السلاح، يعني يذكره بالاسم دون غيره.
يا أخ صالح في دول الآن تتهافت على إيران حتى تأخذ الطائرات من إيران تستشهد طائرات. هذه واحدة. اثنين، لو صار هناك على فكرة العرب محتلين من الصهاينة، وهذا الأمريكان والبريطانيين هم حاطين الصهاينة احتلال العالم العربي. انت فكرك لو انتهت هذا العدو الصهيوني راح يصير احتلال امريكي بريطاني للعالم العربي. هم عشان ما يجيبوا جيوشهم فقط لا غير، بس في الاخر هيحتلوا وهياخذوا النفط. يعني الان الاسرائيليين نفسهم العدو الصهيوني والله ما بيعمل حساب لجميع الدول 23 دولة عربية، ما بيعمل لهم حساب، بس بيعمل حساب لايران. طيب اعطيني تخيلك عزام. طبعا نحن في النهاية يعني نحلل هذا المشهد أمامنا، لكن لا أحد يستطيع الحقيقة أن يتخيل ما يمكن أن يحصل ومتى سيحصل ذلك. لكن هذا التعثر في الاتفاق النووي وهذا الخطاب التصعيدي بين البلدين، من برأيك ستكون له الجرأة أن يكون الباد بالقصف باتجاه الطرف الآخر؟ والله يا أخ أنا أعتقد أن إيران مش راح تكون هي المبادئة. إذا كانوا الصهاينة هم اللي بدأوا راح يكون لهم ضوء أخضر من الأوروبيين، لأنه الصهاينة بيلعبوا على وقف الاتفاق لأنه هذا مش مصلحتهم هم. واللي بيقول لك أنه هناك عملة واحدة بالنسبة للإسرائيلي والإيراني، يا أخي إحنا مختلفين مع الإيرانيين كدينيا، مختلفين معهم كل شيء. أما إيران صراحة الواحد يحكي الدغري يا أخي، لو بدأت تعمل سلام مع إسرائيل لو تعمل سلام والله كله يتهافت عليها، وتكون إيران هي يعني الشرطي للشرق الأوسط. ولكن عزام، ألا ترى بأن إيران أيضا تغامر مغامرة خطرة إذا انتظرت حتى تبدأ إسرائيل بالحرب؟ لأنها إذا تحملت الضربة الأولى، وأنا ذكرت هذا الكلام لضيف إيراني في وقت سابق، إذا انتظرت الضربة الأولى قد لا تقوم بعدها. هي حسب الضربه يا اخ صالح، هم عارفين وعند خبراء في ايران وعارفين الضربه الاولى والضربه الثانيه والضربه الثالثه. لو مش عارفين كان هم بدأوها. اما هناك لو ايران الان بدات وعارفه انه اسرائيل حتبدا وبدات، العالم كله عليها. حتى موزمبيق تشارك مع الامريكان، يعني اسمحوا لي للموزمبيقيين مثلا، بس هون هي ممكن تتلقى الضربه الاولى. بس اذا تلقت الضربه الاولى راح تدمر، وممكن تتدمر، يعني بتدمر وتتدمر هي. وامريكا مش راح تكون على حياد ولا بريطانيا تكون على حياد، راح يخشوا بالحرب والمنطقه كلها تشعل. ومين هيروح فيها يا اخ صالح؟ العالم العربي ودول الخليج خاصه هم اللي هيروحوا فيها. دول الخليج برايك لن تختار طرف؟ لا، دول الخليج مختاره اسرائيل. معقوله؟ هي دول الخليج هم فيه. لو صارت حرب بين إيران والعدو الصهيوني لهناك دول الخليج تشارك في الحرب ضد إيران. يعني ممكن نرى طائرات مثلا إماراتية سعودية تحلق فوق طهران وتقصف؟ مش ضد طهران بس، ضد غزة وضد لبنان وضد طهران وضد العراق وضد ليبيا وضد تونس وضد الجزائر. يا رجل إيه؟ شو يا صالح؟ احنا ب 2022 ولسه اللي جاي لسه اوسخ. الله اكبر. شكرا لك عزام من المانيا. يعني التطبيع ربما الخطوه الاولى، الخطوات الازبل يعني باللغه العاميه، الازبل والاوسخ لم نرها بعد. الله يستر، هذا كلام عزام من المانيا بالطبع. الحاج من الجزائر، السلام عليكم يا اخ صالح. وعليك السلام، بارك الله فيكم على الحصة ونشكركم. يا أخ صالح، على كل نقول لك على إيران، إيران إيران ما تكونش حرب مع إسرائيل. إسرائيل حمل خطرة ضربتهم يعني في إيران، قتلت علماء في إيران، ولو حرقة ما تلواش على إسرائيل. نقول لك باللي دايرين، إسرائيل هي اللي أسست إيران، قاتش عليها باش تضرب السنيين يا أخ صالح، باش تدير عندها ضوء اخضر للدخول للبلاد العربيه، دخلت اليمن، دخلت سوريا، دخلت قتلت كاع السنيين كاع في البلدان العربيه. الحين قامت تلاتاش على اسرائيل يا اخ صالح، وانا نقول لك باللي. شكرا لك الحاج من الجزائر، اشكرك. عاد الينا عزيز من اسبانيا، تفضل.
شكرا أخ صالح. يا هلا بك. في رأيي المتواضع أن الحرب لن تقوم بين إيران وإسرائيل. لأن قرار الحرب بالنسبة لإسرائيل ليس بيدها، بل هو بيد صانعها الأمريكان. والأمريكان ليسوا مستعدين لدخول هذه المعركة الآن؟ الأمريكان هم داخلين المعركة بطريقتهم الخاصة، سياستهم الخاصة. من بين الوسائل والأسلحة المهمة للأمريكان، إسرائيل، دولة إسرائيل. ماذا تعمل إسرائيل في الشرق الأوسط؟ هي الحارس الأول الذي لا ينام لجميع المصالح الأمريكية، وكذلك لمراقبة جميع الأعداء لأمريكا. ولهذا المهم أن بالنسبة لي الحرب لن تقوم بين إيران وإسرائيل إلا بإذن من الأمريكان. طيب متى أختم معك بهذا السؤال إذن؟ متى برأيك ربما الأمريكان يعطوا تل أبيب الضوء الأخضر لذلك؟ ربما ماذا؟ متى برأيك الأمريكان يكونوا مستعدين إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل للدخول في هكذا حرب؟ الأمريكان لن يدخلوا في الحرب حتى ما من هنا لواحد 200 سنة. ما الأمريكان لن يدخلوا الحرب. معقولة؟ لن يدخلوا الحرب، لأن الأمريكان ليس لهم ربح في الحروب. عندي واحد الرأي سي صالح. أيوة. في موضوعنا يا عزيز. في موضوع الحلقة. غير هو لن يكون بمقدوري الاتصال بك فيما بعد. فيما يخص الموضوع للساعة الثانية، يجب أن يكون هناك موازنة بين القوى التي تتكلم عنها. تتكلم عن تونس والمغرب وفرنسا. هناك فرق كبير بين علاقة تونس بالمغرب وعلاقة تونس بالمغرب وعلاقة المغرب بفرنسا. هناك فرق في الوزن ديال كل فرقة ديال كل دولة. شكرا لك عزيز. واعذرني طبعا استثناء، أنا أعطيتك فرصة، لكن موضوع الحلقة الثانية مؤجل للحلقة الثانية. إذا استطعت أن تشارك نرحب بك بالطبع. شكرا لك. زكريا من فرنسا. ونعمت مساء. يا هلا بيك وأنت بالمثل سيد صالح. تعثر الاتفاق النووي هذا أمر متوقع جدا جدا، وسيتعثر وسيبقى يتعثر. ليش؟ لأن مع الأسف الأوروبيون يعطون الكلمة لإسرائيل الأخيرة والأولى. يعني إسرائيل هي من تؤثر على هذا الاتفاق، هي التي لا تريد أن يحصل اتفاق. أي اتفاق، أقول لك أي اتفاق بالنسبة لها لا يساوي شيء. طيب ماذا تريد إسرائيل بالضبط؟ لا هي مستعدة للحرب كما يبدو على الأقل، لأنها لم تبدأها بعد، وليست راغبة كما قلت حضرتك وهذا واضح، ليست راغبة أيضا في هذا الاتفاق. إذن ماذا تريد؟ على الإطلاق تريد أن تضرب إيران في الصميم. أوباما كان رجل شجاع، أرغم إسرائيل، رغم أن في نتنياهو قام بالاتفاق، ولكن مع الأسف هذا العنتري ترامب كسر هذا الاتفاق. من ساهم في هذه الوضعية الآن؟ ساهم فيها الدول العربية الخليجية بالأساس، التي استثنت إيران الدولة المسلمة، واستثنت باكستان والدول الإسلامية من القضية العربية اللي هي القدس، وتبعت وصدقت إيران في أطروحاتها إلى غير ذلك. فلما تسمع مثلا رئيس أركان أكبر دولة إسلامية إندونيسيا يقول أنا جيشي مستعد للدفاع عن القدس وعن القضية الفلسطينية، يجي له جبير يقول لرئيس الوزراء إندونيسيا لا هذا مش شغلكم يا سيدي، هذا شغل الدول العربية. هل هذا يعقل؟ ولكن ستتضرر هذه الدول الخليجية.
هذه الدول الخليجية يعني الدول الخليجية كثيرا ما يجري الحديث عنها زكريا، وأنا بين قوسين أسألك هنا، الدول الخليجية برأيك المطبعة هذه هي مطبعة أم متحالفة مع إسرائيل؟ أيها ترجح؟ هي خائنة. المرحوم الملك رحمه الله الملك فيصل أول سؤال سألت عليه سألوه الصحافة الأجنبية الأمريكية، ماذا ستفعل عندما تعتلي العرش؟ لن يتردد، زوال إسرائيل، أجابهم زوال إسرائيل. شوف المستوى الآن، نحن في عهد الصغار وليس في عهد الكبار مع الأسف الشديد. لما يصير الصغار يلعبون بالقضايا الأمة وبالشعوب ويخونون، ألم يلتقي ابن سلمان بنتنياهو؟ التقى به. شكرا لك زكريا، أشكرك زكريا حتى نعطي فرصة لآخرين، لكن بين قوسين ونحن نتحدث عن هذه المعركة التي إن وقعت، لا نقول أنها ستقع الآن، ولكن إن وقعت لن تكون معركة تقليدية الحقيقة، لن تكون معركة بسيطة ولن تكون مناوشات، لأنه الطرفين يحملان ربما حقد كبير على بعضهما البعض، ويدركان بأنه لا يمكن لهكذا معركة أن تبقى يعني بمجرد بعض الإطلاقات من هذا الطرف أو ذاك. هذه المعركة ستكون كسر عظام وستشترك فيها أطراف أخرى. لكن أنا أشير بين قوسين إلى الراحل الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس، هو يتوقع زوال إسرائيل في حدود 2027، قال بوصول 2027، طبعا عنده بعض الاستشهادات لا داعي لذكرها الآن، يقول في حدود 2027 دولة الاحتلال الإسرائيل تكون زالت. احنا الان مقبلين على 2023، يعني 4 سنوات وفق هذه الرؤية قد تقع حرب طاحنة تنتهي بإزالة إسرائيل. لكن لا ندري الحقيقة هل مثل هذه التحليلات واردة غير واردة، تدعمها بعض الحجج على الأرض أم لا، لا ندري. طيب أبو وليد مساء الخير. أبو وليد الله يا أهلا بك. مساء الخير. مساء الورد. يعني أمريكا ليست على عجلة من أمرها بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران، لأن هناك بعض الأمور التي تعترض هذا الاتفاق الذي هو حريص، أمريكا حريصة عليه وإيران حريصة عليه، ولكن تدخل أوروبا وإسرائيل في الموضوع يؤجل هذا الاتفاق بين الطرفين، وأمريكا راضية عن ذلك. وإن كانت أوروبا وإسرائيل يعني مستعجلتان على وجود هذا الاتفاق بشروطهما. ثانيا يعني الذي أقول بأن إيران وإسرائيل ليست حريصتان على إيجاد حرب حقيقية فيما بينهما، لأنهما كلاهما مرتبطتان في النهاية بأمريكا ورأي أمريكا. أما هناك إذا قد تكون بعض المناوشات البسيطة بين إيران وإسرائيل كالتي كانت من قبل من قتل بعض الخبراء ودمار بعض الأماكن الصغيرة المحيطة بالمفاعلات، هذا ممكن. بالله يا أبو وليد أعطيني دليل واحد أن إيران حليفة ومتعاونة مع إيران مع أمريكا، أعطيني دليل واحد بسرعة. يعني كل الأدلة هو دليل واحد. أعطيني يعني دليل واحد، ما تقول لي كل الأدلة. اسمح لي، من الذي أوجد الثورة الخمينية وأرسل يا رب أبو وليد بالله لا داعي للخوض ذلك، لأنه أنا طلبت منك دليل واحد ما جبت لي ولا ربع دليل ورحت رجعت لي على الثورة الإيرانية. طيب عزيزي فيما يتعلق بموضوعنا، أنت لا ترى أنه يعني مثل هذا الخطاب التصعيدي بين الطرفين سينتهي بمعركة؟ لا يوجد هناك يعني دلائل على أن الحرب ستكون حرب حقيقية. طيب لماذا إذن إسرائيل، إذا كانت إسرائيل حبيبة إيران في السر والخفاء، لماذا تعارض الاتفاق النووي ببساطة يا صديقي بكلمة؟ لأن أنا قلت لك يا صالح مرارا بأن أمريكا حريصة على إيران أكثر من حرصها على إسرائيل، وتعلم إسرائيل ذلك، ولذلك ستطلب رضا أمريكا وموافقتها
لكي تقوم بما تستطيع تجاه إيران أو تتخلص من أذى إيران ونفوذ إيران في المستقبل. ولكن الحرب الحقيقية ستقع بين إيران، أو ليس بين إيران بل الدول العربية وإسرائيل. هذه الحرب ستكون إن شاء الله تحت راية الخلافة القادمة إن شاء الله يا صالح. شكر لك أبو وليد من الأردن، أشكرك، يعني دائما فكرتك تسقطها إسقاط في النهاية، شكر لك على كل حال. محمد من الجزائر، شكر لك أبو وليد. محمد ألو، مساء الخير يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالكم أستاذ صالح؟ أشكرك على هذه الحصة. ولكن يعني في الحقيقة موضوع إيران وإسرائيل بالنسبة لي أنا كمواطن مراقب من بعيد أرى أنه نتمنى لو يعني تكون حرب بين إيران كما تدعي إيران، ولكن هما وجهان لعملة واحدة، وأرى أن هناك اتفاق في السر يعني ولو أنه مش معلن بين إيران وإسرائيل. الدليل يعني طلبت دليل من المتصل قبلي، أقول لك أن الدليل أن أمريكا عندما دخلت العراق لمن سلمت الحكم؟ سلمت الحكم للشيعة، وهذا دليل على أنها راضية على إيران. قاسم سليماني أين قتل؟ قتل في العراق، وهذه من بين المهام التي تقوم بها إيران بالنسبة لحماية أمريكا من القوى السنية في الدول العربية. أما بالنسبة لحزب الله فصح في الحقيقة أنه في 2006 قام بحرب ضد إسرائيل، ولكن منذ 2006 إلى الآن لم يطلق ولو رصاصة واحدة على إسرائيل، بينما حماس في فلسطين حوالي 4 حروب أو 5 حروب متتالية. شكر لك محمد من الجزائر، أشكرك محمد. بقيت دقيقة واحدة سأقسمها بالتساوي بين محمد بن إسبانيا وعبد الله من فرنسا. أبدأ بمحمد بن إسبانيا، مساء الخير. ألو، مساء الخير. مساء الورد، في نصف دقيقة يا محمد لو تكرمت. نصف دقيقة بس تعطيني خليني أتكلم، يرحم أهلك. فضل. يا أخي لا يوجد حلف بين إسرائيل وإيران، إيران تفعل ما تريد وإسرائيل تدافع عنها، فهمت علي؟ مشان تقضي إسرائيل خربت سوريا وخربت العراق وخربت اليمن، فهمت علي شلون؟ وإسرائيل هي ليها الطيبة أن يصير هذا الشيء في البلاد العربية، فهمت علي شلون؟ وفي النهاية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تفنى إيران من على وجه الأرض، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكر لك محمد بن إسبانيا. بعيدا عن يعني حقدك الشخصي على إيران، ربما أنت سوري وما زلت يعني ما زالت أوجاع الحرب في سوريا في داخلك، وهذا من حقك طبعا، لكن لا نحلل بهذه الطريقة. الطريقة مش ثأر شخصي وحقد شخصي، احنا نحلل هنا بعقلانية وبتوازن يا محمد لو تكرمت. عبد الله من فرنسا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على هامش هذه الحلقة، تحية للأخ عزام والإخوة المتعودين على نسمع أصواتهم يعني صدق. كلهم. شوف سيدي الكريم، باختصار شديد أنا مستعد للرهان، ولكنه شرعا الرهان لا يجوز. ستقع ضريبات سيناريوات تخديرية ما بين إسرائيل وإيران، ولكن فيما بعد ستقع تهدئة الموقع وتطلق يد إيران الطولة لكي تدخل في الدول العربية وتدمرها. فيما بعد ستتدخل أمريكا حليفة الدول العربية، تتدخل لإنقاذ الدول العربية، ويكون وبعد أن تنهار تلك الأنظمة وتستغل أمريكا. لن تقع حرب بين إيران وإسرائيل عبد الله بكلمة واحدة. ستقع حرب سورية، حرب سورية سيناريو، سوف يقع ضربات هكذا شكلية يعني شكلية لتدمير دول الخليج. باختصار شديد تتدخل فيما بعد أمريكا وأذنابها للاحتلال المباشر بدعوى حماية حلفائها في دول الخليج. خلقت إيران من أجل هذا، وإيران وإسرائيل خنجر مسنون يعني عملة واحدة، أحدهم يتكلم عبري والثاني يتكلم فارسي، والأيام بيننا. شكرك عبد الله من فرنسا، أشكرك، شكرا لك. أشكر الحقيقة أبو الحسن من اليمن، أحمد الأنصاري من الإمارات، صالح من المغرب، موسى نصر من الأردن، عبد اللطيف من أمستردام، وحسن العماري، وحسن من ألمانيا، وآخرين. أشكركم جميعا طبعا لرسائلكم في هذه الساعة الأولى، بانتظار رسائلكم في موضوعنا الثاني بعد قليل. ولكن قبل ذلك لنتوقف مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنعود.
سأحاول أن أسرع الحقيقة لأن الوقت ضيق في هذا الموجز الإخباري. أبدأ من تونس. وفاة كهل أضرم النار في نفسه اليوم بمدينة إصفاقس. المشهد يتكرر. نذكر ما حصل في 2010 للبعزيزي. تونس اليوم سماءها ملبدة والأوضاع الحقيقة مشحونة وكل المؤشرات توحي بأن ثورة ثانية في الأفق كما يقول كثيرون. قام كهل في العقد السادس من عمره بسكب مادة البنزين وإضرام النار في جسده ليلقى حتفه قرب منزله بطريق المطار بصفاقس وفق ما أكده مصدر مسؤول بالجهة. إلى فلسطين، عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل موظفا بالمسجد. اقتحم مستوطنون المتطرفون ككل يوم أمام أنظار العرب والمسلمين، اقتحموا الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حماية مشددة من قطعان المحتلين المجرمين والإرهابيين جنود الاحتلال. في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الشاب يزن عابدين أحد عمال النظافة في الأقصى عند دخوله من باب حطة. إلى اليمن، حملة وطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة، لعله هذا هو المسار الحقيقي لتصحيح المسار والرد على هذا العبث الإماراتي والحوثي باليمن. هذه الخطوة ستكون لها ما بعدها. أطلقت العشرات من منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين في اليمن يوم أمس حملة وطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة، وذلك في مؤتمرات صحفية في عدد من المحافظات اليمنية في محاولة منهم لإطلاق صوت عالي لرفض الإجراءات التي اتخذها التحالف العربي في اليمن والذي سلب كافة مقاومات السلطة الشرعية ويتجه البلد نحو الانفصال والتقسيم. إلى السودان الآن، حميدتي يرحب بمشروع دستور انتقالي يبعد الجيش عن السلطة. رحب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بمشروع الدستور الذي اقترحته لجنة المحامين السودانيين في هذا الخصوص. أختم بهذا الخبر الاقتصادي يتعلق بلبنان. مصرف لبنان يرفع الدعم كليا عن البنزين وصعود فوري للأسعار. رفع مصرف لبنان المركزي الدعم بشكل كامل عن البنزين بعدما كان قد اعتمد التخفيض التدريجي في الفترة الماضية، لتشهد الأسعار اليوم مزيدا من الارتفاع بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. والله يعين اللبنانيين المساكين الذين يعانون الحقيقة من أزمة اقتصادية خانقة ومتواصلة. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. بعد الفاصل موضوعنا الثاني الساخن والمهم. الصورة اللي أمامكم هي لأعضاء من بوليزاريو أمام البرلمان الفرنسي. قطعت العلاقة مع تونس بسبب لقاء بين الرئيس المنقلب قيس سعيد وإبراهيم غالي رئيس بوليزاريو. الآن خطوة مشابهة تقوم بها باريس، فهل تقدم الرباط على سحب سفيرها من باريس وقطع العلاقة؟ أم أن الخطوات السريعة والقوية مع تونس لن تكون أيضا الرباط بذات الرد تجاه باريس؟ نسأل هذا السؤال للمغاربة قبل غيرهم. نعود لهذا السؤال إذن بعد الفاصل.